انتي ابتديتي وقلتي ان الجو اليومين دول مش مشجع قوي، بتهيالي يا دكتور الجو ده هو اللي بيخلي الجلد يفقد النضارة بتاعته. عايزين نعرف منك بقى الأجهزة اللي بتستخدم في إعادة النضارة للبشرة دي. بصي، هو إعادة النضارة يعني بتحتاج مننا مجهود، ومن الست أو الراجل اللي جاي لنا مجهود برضو إن هو يبقى يداوم معانا. إحنا عندنا ممكن نستعيد النضارة بدايود ليزر، بالفراكشنال ليزر. دايود ليزر؟ نوع من أنواع الليزر اسمه دايود ليزر، بيدي نضارة. نوع تاني بالفراكشنال سي أو 2 ليزر برضو. ونقدر نعمل جلسات بلازما، ممكن نعمل ميدوثيرابي لحوالين العين والمناطق اللي بيبقى فيها جفاف وتشققات. نقدر نضيع شويه تجاعيد بالبلازما جيت. احنا نقدر نتدخل باكتر من طريقه. البلازما جيت ده اللي هو الجهاز السحري اللي انت مسميه الجهاز السحري وخلاص ده، يعني ادخل كده اطلع كده بالظبط. طب قولي لي، البلازما جيت ده له يعني استخدامات تانية غير إعادة النضارة للبشرة؟ هو البلازما جت أول ما يعني أول إنديكيشن الناس ابتدت تستعمله بره، إن هو ترهل اللي حوالين العين سواء في الجفن العلوي أو السفلي، إنها كانت مشكلة بتؤرق الناس قوي. وأكتر من يعني من طريقة لعلاجها مش مطلوبة ومش معروفة غير بالجراحة. يعني أي حد راجل أو ست صغير أو كبير عنده مشكلة وراثية أو مشكلة ترهل الجلد كان حلها جراحة. لغايه اما الجهاز ده ظهر بالتكنولوجي بتاعه اللي هو بالسبارك اوف الكتريستي، بيشتغل على الجلد في خلال جلسه او جلستين يبتدي يشد الترهلات اللي فوق العين وتحت العين. فوق العين وتحت العين. بالظبط. الصوره دي حضرتك كده اشرحي لنا عليها كده براحه. بصي، هو بيعمل طبعا نضاره كمان زي ما قلنا، وبنضيع بيه اثار الحبوب. هو ليه اكتر من استعمال اخر غير ترهلات الجفون، نقدر نضيع بيه علامات اللي حوالين العين نتيجه تقدم السن والتجاعيد، حوالين الوش اللي هي 111 دي، اللي حوالين النيزو ليبيال فولد اللي هي من بين الفم والانف، اللي حوالين الدقن، السموكر لاينز اللي بتبقى في الشفه العلويه، كل الحاجات دي نقدر نستعمله بيها. هنا دي مثلا دي فيها سموكر لاينز واتعالجت بالبلازما جت. فعلا بتضايق سيدات كتير قوي، يعملوا بوتوكس ويعملوا فيلر وما بتبقاش احسن حاجه، لكن البلازما جت فعلا بيحفز الكولاجين والالاستين اللي تحت الجلد، فيخلي الجلد يرجع اقرب لما كان قبل كده. وديت دي حوالين العين، تجاعيد اللي حوالين العين. ودي بقى بتهيالي بتاخد زي ما قلنا قبل كده انها بتاخد فتره طويله على ما ترجع تاني، 7 سنين. بالظبط. بس خليني اقول لك حاجه، هي مش بترجع طبعا لان الجلسه باظت، لا بترجع لان احنا بنكبر والجلد بيكبر. دي برضو نفس الكلام، الترهلات اللي حوالين العين والفم. وحضرتك لسه بتقولي دلوقتي ان ده بترجع علشان خاطر لما بيتقدم بينا السن، مش عشان هي بترجع تاني. الكولاجين والالاستين بيضعف تدريجيا كل ما بنكبر في السن سنه عن سنه، بس عمره ما هيرجع زي الاول. طب هو ليه درجات او عمق، وحسب درجه يعني التجاعيد دي حضرتك بتستخدمي لها يعني اللي هي الحته اللي من فوق دي هي كذا شكل؟ بالظبط، مش كده؟ هو ليها كذا شكل، في مثلا شكل بينفع للرقبه والخدود والديكولتيه مطرح الرقبه والناس اللي بتعجز، في شكل تاني اللي هو مدبب شويه ينفع للتجاعيد اللي حوالين العين او في القوره او حوالين الفم، في شكل تاني المدور شويه ممكن نعمل بيه لفوق العين وتحت العين. وكمان الفريكونسي بتاع يعني او الباور بتاعه الجهاز او السيشن بتختلف حسب السيفيريتي بتاعه الحاله، لو حاله قويه قوي غير لو حاله نص نص غير لو حاله اصغر يعني شويه. يعني لو حاله قويه قوي بتاخد كذا سيشن؟ بالظبط، اب تو ممكن جلستين ثلاثه بين كل واحده والتانيه، مش اقل من شهر ونص لشهرين. اوكي، عشان ناخد ماكسيمم افكت بتاع الجلسه الاولانيه. فبنحاول نقلل مره على مره فتوصل لغايه الليفل اللي هي عايزاه. اوكي، وده برضو بيقعد وقت طويل. بالظبط، من 5 لـ7 سنين. من 5 لـ7 سنين. من 5 لـ7 سنين ده يا جماعه بتكوني انت يعني هو مش بيعالج مؤقت زي البوتوكس ونروح نعالجه كل 6 شهور، لا انت بتنسي خالص الخط لحد ما انت بتعجزي، يعني السن بيتقدم بيكي اكتر. ده الفيديو، ده البلازما جيت اهو، وبنحط طبقه جل خفيفه بعد ما نحط البنج المخدر الموضعي وبنشتغل بيه بالظبط، شايفه على التجاعيد اللي حوالين الانف والفم، حوالين التجاعيد اللي حوالين العين. بيفرق جدا لان هو بيحفز الكولاجين والالاستين اللي تحت الجلد، انت بتقوي الجلد نفسه، بتعملي دعامات من جسمك نفسه تحت الجلد. فبتشد الجلد وتخليه منظره هيلثي. انا شفت جدا دلوقتي الحته بتاعت النيزو وليبيا الفولد. بالظبط، دي اللي عند القوره، التجاعيد اللي عند القوره اللي هي الصغيره اللي هي الخطوط اللي بالعرض او الخطوط اللي بالطول. ان في ناس البوتوكس بالنسبه له ما بيبقاش احسن حاجه، يعني ما بيحبوش، في ناس استيل ما بتحبش تحط بوتوكس.